اللغة العربية تعد أكثر اللغات السامية تحدثاً وإحدى أكثر اللغات انتشاراً حول العالم. ليس هذا الأمر الوحيد الذي يميزها، فهي اللغة الرابعة من حيث عدد المستخدمين على الإنترنت. وتتميز العربية بخصائص لا تجدها في باقي اللغات العالمية، نتعرف عليها هنا. تعد اللغة العربية الأكثر تأثيراً في اللغات الأخرى كالفارسية والإنجليزية والتركية والإسبانية وأيضاً البرتغالية. كذلك تعتبر العربية أول لغة تستخدم حرف الضاد، وجاءت بعدها الألبانية، كما هي اللغة الوحيدة التي تستخدم حرف العين. كما يصعب في اللغة العربية الفصحى الجمع بين حرفي الحاء والعين في كلمة واحدة، وذلك لصعوبة النطق بهما. أيضاً الإعراب وتكوين الجملة نحوياً موجود في العربية فقط وغير موجود في باقي اللغات. بالإضافة إلى ذلك تعتمد اللغة العربية على الإيجاز، فتغيير حركة آخر الكلمة يغني عن تغيير ترتيب الجملة أو زيادة بعض الحروف أو الكلمات. وتتضمن العربية ألفاظ يصعب التعبير عن معانيها في لغة أخرى بمثل عددها من الألفاظ كأسماء الأفعال أو كاف التشبيه وحرف الاستقبال. وأخيراً، خير دليل على الإعجاز اللغوي للعربية هو وجود آلاف الألفاظ لوصف شيء أو كائن واحد، فنجد في اللغة العربية مثلاً 5644 لفظاً لوصف الجمل.